جاهز؟ إن شاء الله. على عماك هو عنوان المحطة الأولى، اختار لي صندوق من الصناديق الثلاثة دول بأسئلتهم على عماك يعني. اختيار صعب. يلا اختار الصندوق اللي عندك. اللي عندي اللي جنبي. في خريطة، ده شكله حلو. مش عارفة ليه معظم الضيوف لك مقربيته منها جنبها، يعني في حاجة يعني أمان. يعني أمان. أمان. أوكي، أنت جاهز؟ بحاول. يلا. الورقة كبيرة. أنا ربطت حزام الأمان ومستعد. يا تامر، ناس بشكل عام شايفينك شخص مختلف زيادة عن اللزوم. سؤال مطاط، سؤال ما له أول وما له نهاية يعني. أنت لو بدك تفسره لنفسك بتفسره إزاي؟ هفسره إن أنا حياتي ممكن أكون بطلع أحلى ما فيها للي بيتفرجوا عليها. بس هي مش كلها حلوة. المشوار كان طويل. أوكي. في حاجات كتير وحشة بتحصل. بس انا دايما بقول، وخلينا اقول لك حاجه من الاول كده، الناس بتستغربني قوي، كل اللي بيتابعني بسميه العيله الكبيره، بحسها عيلتي. برجع اقول اللي بيتفرج او بيتابعني، بيشوف برنامجي، بيسمع برنامجي، بيتابعني على السوشيال ميديا، هو ملوش ذنب انه يتفرج على حاجه انا طالع اشتكي، طالع اديله همي، هو مش ناقص هم، وعايز يشوف حاجه حلوه. فممكن تكون رسمت حياه او شكل قدام الناس جميل ومثالي ولطيف، بس عربيات وسفر وزبائن. ده قريب من اللي من التصنع، لانه احنا برضو ناس يعني. احنا انا ممكن لو كنت متضايق اخلي عيلتي الكبيره زي ما انت بتقول عليها تشاركني الهم، تشاركني بحزني، او انه يعرفوا اللي فيك يعني. مش كل الوقت الحياه زهريه وبمبي. اقول لك حاجه، بقوا يحسوا من طريقه صوتي. صوتي الى حد ما بيبان فيه امتى فرحان وامتى زعلان وامتى مكسوف وامتى خجلان. فبيحسوا ان صوتك النهارده انت مش كويس، مش احسن حاجه. وبحس دايما اني مش عايز شايل حد همي. كفايه مشاكله وكفايه حياته وكفايه همومه، فهطلع كمان اشتكي، مع اني ببقى نفسي اتكلم. بس انا للاسف دي من الحاجات اللي محدش يعرفها، انا ما بعرفش اتكلم. يعني انا شاطر جدا، بقعد اتكلم قدام الكاميرا كويس قوي، بقعد في برنامج اتكلم، بقعد في الستوريز اتكلم، اقعد اتكلم معاكي كويس جدا، لكن ما اعرفش اطلع اللي جوايا. وصعب جدا حد يطلع المشاكل اللي جوايا، ودي من اكتشفت مؤخرا ان من اصعب الحاجات، لان بتبقى نفسك تفضفض ومش عارف. مش عارف تفضفض. طب اهو بحاول، اهو بحاول. انا قدامك، اهو انا قدامك. أيوه. افتح قلبك. انا النهارده الناس شايفين تامر حياتك زي ما انت بتقول على الانستغرام، بيقولوا شو عباله؟ سيارات، سفر، فلوس. مفيش فلوس. هدوم. الحمد لله. خروجات، يعني الكلام ده كله اللي بيشوفوه ده ايه؟ ده نعمة من عند ربنا. أنا ما كنتش أحلم بربع اللي أنا وصلت، ولا عمري كنت أتخيل إن أنا أكون في المكان اللي أنا موجود فيه، ولا عمري كنت ممكن في أول يوم ركب ليا أو الدور في الشارع لبرنامجي، فضلت واقف في الشارع مش مصدق. وقفت تحتيه، مش هنسى كان على كوبري اكتوبر، وسبحان الله كنت ماشي في يوم قلت انا نفسي في يوم من الايام يبقى عندي برنامج ويتحط صوتي على كوبري اكتوبر. لما حصل ده وقفت تحت كوبري اكتوبر مش مصدق، فضلت واقف اللي هو انا مش عارف اقول لك يا رب. واي حاجه بتحصل لي في حياتي هي نعمه من عند ربنا وكرم من عند ربنا، عشان كده عندي خوف كبير جدا من زوال النعمه. وعندي رعب كل يوم بيجي ان انا بفضل ادعي ربنا يا رب ما تاخدش نعمتك اللي انت اديتها لي، لان انت اديتني نعمه انا ما كنتش يعني ما كنتش احلم بيها.